قصة أيمن اللي اتاخد من حضن أمه الشهيدة بمجزرة صبرا وشتيلة وكان عمره 6 أشهر واتاخد على تونس عن طريق سوريا، ربته عائلة بنته. بعد وقت طويل أكثر من 30 سنة اكتشف أيمن أنه عائلته الأساسية بلبنان وعاد ليبحث عنها وللنشر معه خطوة خطوة بهالرحلة العاطفية المؤثرة. خلينا نشوف قصة أيمن. على تونس توجهت قناة الجديد لتساعد أيمن بن هادية أو أيمن الديراوي بالتفتيش عن عائلته بعد أكثر من 34 سنة قضاهن مع عائلة غريبة مؤلفة من أم وأب تبنوه وعملوه كابن قبل ما يفارقوا الحياة. أنا أيمن بن هادية من سوسة، تونسي جنسية، فلسطيني الأصل، أبي وأمي شهداء صبرا وشتيلة 82. سمعنا قصة أيمن وتعرفنا على حياته وعلى عائلته، وين خلق، وين تربى، وشو نوع الحياة اللي عايشها. أيام العز، أيام الدلال، أيام أنا نسكن هنا ونقرأ في ليكول دو سور. شرح لنا كيف عرف عكبر عن أصوله الفلسطينية وقرر انه يحكي معنا لنساعده يلاقي اي شخص باقي من عائلته. انا عرفت الحكايه هذه، معناها القصه هذه، ولقيت الاوراق الثبوتيه اللازمه بعد ما ماتت الوالده نتاعي المربيه. انا 2005 لقيت الاوراق وحبيت نعرف معناها الاصل والجذور. هذا هو الهدف معناها من الجيان للإذاعة والقناة. بعد ما سمعنا قصة أيمن وشفنا الوثائق اللي عنده واللي بتأكد جذوره واستشهاد أهله، قررنا نرجع نحن وياه على لبنان ونبلش عملية البحث. ونجم يكون فيه صور، حتى لو كان صور بشعة، لكن على الأقل الواحد يشوف. أنا يشوف، حتى إذا كان يلقى عمه نجم يكون عمه شبيه لبوه، نجم خواله، نجم خالاته، نجم ما نعرفش. هذاك هو الهدف من البحث هذا على الفاميليا معناها. مخيم صبرا وشتيلة، المكان المتوقع لاستشهاد أهله خلال المجزرة اللي ارتكبها العدو الإسرائيلي، بلشنا. وهونيك التقينا بحسن البكير المسؤول بالمخيم واللي ساعدنا لنوصل لأفراد من عائلة الديراوي. طالب مساعدتك عشان أنا تشوف لنا شنو نجمو نعملو، شنو نجمو نلقاو، شكون حد من الأهل إذا فماش معنا، شكون يعرف على شيء أخبار عليهم. في عندنا واحد في بيت الدراوي هوني، بدك نروح نسأله ونشوف. أوكي ماشي، يلا ماشي، شكرا. اللقاء الأول كان مؤثر. إسماعيل الدراوي لحام بمخيم شتيلة، هو أول فرد بيشوفه أيمن من عائلته. أنت قريب مني كثير من حيث الشكل، أيوة. يعني الكاريزما تبعك كثير بتشبهه لبيت الدراوي. بعدين وصل أبو علي والده لإسماعيل وكبير عائلة الدراوي، خلاص اعتبر حالك من الأولاد، حتى يخبرنا شو بيعرف عن عبد الرحمن الدراوي ومرته عائشة أهله لأيمن. من بلدنا بهذا الاسم من الجماعة اللي قال ما نكتب ليش، عرفت شو؟ هن في بقولوا في من لوبيا بهذا الاسم ومن سكان سوريا، بس وين أنا ما بعرف. هون انتهى اللقاء مع عائلة الدراوي
أيمن بعده متأثر لكنه حاسس ببعض الخيبة، وقرر ينهي المرحلة الأولى من عملية البحث بساحة الشهداء بمخيم صبرة مطرح ما أهله مدفونين، وهونيك عيهادن أنه ما رح يوقف عند هالحد ورح يكفي حتى يلاقي عائلته المفقودة من سنين. مساء الخير أيمن. مساء الخير. صعب نبلشها دموع ايه؟ صعبة كتير. ايوه انا حاسس جواتي نار مش عارف اعبر عليها، معناها بحد واضح، لكن احساس رهيب. انا رحت على تونس كان في عمري 6 أشهر، تربيت عند عائلة تونسية، الأب مربي والأم مربية، ما حسوني ولا يوم وأني متبني. سنة 2005 بعد ما توفيت الوالدة لقيت في الدريسينج نتاعها تبعها بالخزانه، في الخزانه نتاعها اوراق. الاوراق هذه تثبت واني فلسطيني الاصل، والدي من الشهداء الذين سقطوا اثناء الغزو الصهيوني. فيه اسم الاب، فيه اسم الام، فيه اللقب. يعني انت لقيت هول الاوراق لحالك، ما حدا اجى قال لك انا في حقيقه معينه لازم تعرفها؟ اي لقيت الاوراق لوحدي لحالي. كيف كان شكلها هاللحظه؟ احساس فظيع لما بقرا ودموعي تتهاطل، ما فهمتش الموضوع من الاول، ما نجمش نستوعبه الموضوع من الاول. يعني انت حتى ما كنت عارف انك متبنى من مكان، انت كل المساله كانت جديده عليك. كل المساله جديده. جديده نعم جديده، اما طلعت مليح فيهم، طلعت في الاوراق مليح وفهمت الحكايه. ايمن رجعني لهالثانيه لانه انا يعني كهربت للفكره انه شخص يمسك اوراق ويطلع انه مش ابن الناس اللي قاعد عندهم. امنت بانه هذاك القضاء والقدر نتاعي، وانه مكتوب وصار، وممكن انا كان في شيء عندي حظ واني رحت على عائله تونسيه وعشت بلد. طب هالوثائق الاول ما شفتها اتوجهت فيها لمكان معين، رحت فيها لعند بيك حكيته وسالته كيف شكل اول مواجهه؟ يعني رحت لاساله، قلت لك معناها حسيته تاثر وبدا يدمع هكا شوي وكل، قلت له ما فيش مشكله، معناها مش لازم نحكيوا فيه الموضوع. ومن وقتها قعدت ديما نسال الاقرباء، نسال نقول لهم تو انتم على بالكم من الاول خباو عليا، قولوا لي لا ما على بالناش بالموضوع وما نحبوش نقولوا. ومن بعد بشويه بشويه معناها قالوا لنا ايه على بالنا ونعرف، عارفين يعني عارفين. نعم. وامك ما خلتناش نقولوا لك، خاطرها تحب تستحفظ عليك وتحب ترعاك، خايفه لا تهرب عليها. انت زعلان ليش ما قالت لك؟ لا مش زعلان. بس بدي رحب قبل بالاستاذ خالد، اخذتني دمعتك اول ما بلشنا. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. حضرتك مدير شؤون المخيمات بالسفاره الفلسطينيه. نعم. ورح نفوت معك اكثر بعمليه البحث قد ايه عم بتساهم فيها ان شاء الله، بس مش عم نهدى العواطف والدموع من عيون ايمن لنقدر نحول على غير موضوع. تاكد استشهاد اهلك؟ بالطبع متأكدة، خاطر كي سألت أنا بشرت بالأسئلة لخالاتي اللي هما القراب معناها لأمي، قالوا لي اللي نعرفوه احنا عن الحكاية الكل وأني هما راحوا على سوريا وجابوك من عند منظمة التحرير الفلسطينية مكتب دمشق، وأكدوا أنه بوك وأمك شهداء للغزو الصهيوني بصبرا وشتيلة. طب انت هلا عم بتعيش امل كبير ولا عم بتعيش معاناه كبيره؟ والله حاليا بكل صدق وبصراحه
بعيش أمل ومعاناة. أمل بأنه يكون عندي أخوات أكبر مني وأتواصل معاهم وأهل وما فيش مشكلة، معناها الواحد باش يقعد يمشي ويجي معناها من تونس لبيروت ولا هما يجيو بحذايا ما عندناش حتى مشكلة حتى قلق. وفي أمل كبير معناها بصراحة. عم بدور على خي وأخت وخال وعم. بالطبيعة إذا كان معنا موجودين علاش لا؟ علاش لا؟ هذا هو الهدف من الواحد من البرنامج، هو صلة الرحم. إذا كان في أهل الواحد لازم يتصل بهم ولازم يلقاهم ولازم يقعد يرد عليهم يمشي ويجي معنا. قلت لي نار، عشت نار. يعني ساكت أكثر من 7 سنين وأنت عايش مع بيك عن أي سؤال؟ كل صراحة أنا قلت لك جبت له، معناها حسيته تأثر وما حبش يحكي في الموضوع، ما نعرفش علاش بصراحة، ما نعرفش علاش. هو توفى الله يرحمه. وما بدي أعرف لما وصلت على بيروت ونزلوا معك الشباب على المخيم، كيف شكل الليلة اللي قبل هالطلوع الضوء وكيف شكل هالنهار؟ والله بصراحة كنت بتخيل برشا حوايج، معناها شنو من مخيمات في حد ذاتهم، اللي كنت نتصور المخيمات وأنهم هما خيام مش نلقى عبي من عرش، ما عنديش حتى فكرة، ما عنديش حتى فكرة على الموضوع. ولما رحنا على مكان مخيم صبرا شتيلة كان في إحساس فظيع، أنا بالحق نار جواتي ما نجمش نوصفه، إحساس ما نجمش نوصفه. شو يعني خوف قلق؟ لا 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 بالعكس، إحساس وأني حسيت روحي وأني في أهلي وعزوتي وناسي وماذا بيا نقعد غادي، معناها بعد 34 سنة ماذا بيا نكمل مشوار حياتي غادي. كل صدق حسيت اللي يعني معناها صحيح العائلة التونسية ما همش مقصرين معايا وشكر خاص لهم وكل شيء، لكن فما إحساس غريب. مدلقي أهلي غريب. أستاذ خالد كيف فيك توصف هيدا الشيء اللي صاير مع أيمن؟ يعني مش عارف، هو مش عارف. أنا لقيتك أنت مدمع. يوصف أحاسيسه. لقيتك أنت مدمع. يعني لي يومين عم بدمع أنا وأيمن. لما تعرفت على القصة احنا بيجا اتصال من اخواننا من سفارتنا في تونس، من السفارة الفلسطينية في تونس لمساعدة الاخ ايمن، واتصال منكم من التلفزيون، وكان لقاء الاول معه واطلعت على الاوراق اللي معه. يعني فينا نعيش على امل انه في طرف خيط لنوصل ل يعني نوصل لجذور أيمن، أو كيف تمت العملية، أو كيف تبن يعني كيف تم تبنيه من قبل العائلة التونسية. ويعني المسألة تراجيديا فلسطينية مثل يعني مئات أو آلاف القصص اللي عشناها كفلسطينيين بهذه الحالة، لكن حالة أيمن تميزها هو اندفاعه للبحث، يعني اندفاعه للبحث على جذوره. هي العائلة اللي عم تبحثوا عنها الدراوي موجودة بين الدراوي؟ نحن عنا عائلات، عائلة الدراوي الكريمة اللي زارهم أبو علي وأبنائه. في عائلات دراوي من عدة بلدان فلسطينية مختلفة، في من دير البلح من جنوب من غزة، في عنا من حيفا، في عنا من بلد اسمها لوبي قضاء صفاد، وعنا من عمقة. هاي العائلات اللي اتكنا بعائلة دراوي. طبعا هنا اذا يعني اخذنا على يعني بشكل قطعنا بشكل بيقين انه هو اسمه دراوي، يعني هذه المساله هذا ما هذا اللي عم تقوله اوراقك، ما هيك الاوراق اللي سلمت من منظمه الصاعقة لمكتب منظمه التحرير ب 16/3/1983 انه هذا اسم الاهل. واستشهدوا اثناء الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام 82. نحن على كل حال رح يعني نعمل فحص دي ان اي لك ايمن، ورح نتابع بكل الامور اللي ممكن توصلنا لاي حدا بخصك بعائلتك. يعني انت نجوت يعني من
من النهار اللي قتلوا فيه أهلك، هيدا لحاله حكاية. هذه معجزة أقدار ما عند الله، لازمنا نأمنوا باللي مكتبه ربي. صحيح أنا عشت أنا بعيد عن أرضي الحقيقية وأهلي الحقيقيين وكل شيء، لكن ما خصني شيء، معناها ما استحقيت حتى شيء آخر، معناها ما حسونيش حتى نهار اللي أنا متبني ولا حاجة، بل بالعكس أنا جاتني فرص للخروج وللعمل بالخارج. نعم. ديما أمي اللي هي المربية ديما ما تخلينيش، ديما تعرض لي، ما تقول لي لا، ما نحبك تبعد عليا، نحبك بحذايا، ما تمشيش حتى البلاصة، مانيش قابلة باش أنت تخرج حتى نهار من الدار. أنا جبتك وعزيتك وبحذايا وما نجمش نسلم فيك. تعتبر حالك محظوظ يا أيمن؟ الحمد لله اللي مكتبه ربي يصير، الحمد لله. الحمد لله. نحن رح نتابع معك على كل حال هذا المشوار الطويل بالبحث عن أهلك، وعلى أمل إنه تلاقي وجوه قريبة. قول كلمتك الأخيرة. كلمتي الأخيرة وإنه أنا بالنسبة لي الموضوع هذا ما هوش وجع في الحقيقة، معناها فما إحساس تاع حاجة تربطني للبلد هذه، فما إحساس رهيب معناها تاع الأصل والطينة معناها صلة الرحم. ونحن معك على كل حال إن شاء الله. نحن معك ومع الأستاذ خالد، وأي شخص بيعرف أي شيء عن هذا الموضوع نحن مدعي إنه يتصل فينا لنسهل مهمتك، على أمل إنه اللقاء الدافئ يكون قريب. شكرا إن شاء الله. أهلا وسهلا فيكم. عايش.